السلام عليكم. القائد السابق للبحرية الإسرائيلية: كانت لدينا فرص عديدة لاغتيال نصر الله ولم نجرؤ. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال القائد السابق للبحرية الإسرائيلية إلياعازر ماروم إنه لدى إسرائيل عديد الفرص لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على مر السنين، لكنها اختارت عدم القيام بذلك خوفا من الحرب. وأشار ماروم إلى أنه بما أن نصر الله وضع مسدسا على الطاولة ويهدد إسرائيل وسيادتها، يمكننا القيام بذلك أي اغتياله. وعما إذا كان يعتقد أن حزب الله سيقوم باستفزازات حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية بين الجانبين؟ أجاب ماروم أنه من الصعب معرفة ما يمكن توقعه من حزب الله، لافتا إلى أنه عندما انسحبنا من لبنان عام 2000 لم يكن هناك سبب لوجود حزب الله. خرجنا من لبنان وغلقنا البوابة على السياج، وفجأة اخترعوا مزارع شبعان، ومن بعدها استمر الصراع واستمرت المقاومة. وشدد على أنه علينا مساعدة اللبنانيين، لأنه ليس لدينا صراع حقيقي مع مواطني لبنان، لدينا صراع مع حزب الله، ويتم تحديد أمن إسرائيل من خلال ما إذا كان لبنان سيخرج من أزمة الطاقة هذه أو من هذه الأزمات الاقتصادية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.